السلام عليكم بنات، مناتكم اموركم بخير. انا جبتكم معايا اليوم لكارفور البنات، هو داير بروموسيون ديال رمضان. يلا اجيو نشوف شنو كاين. الوغ نبداو البنات، هاد الزبيب هذا كيدير 3 أورو و70، فيها نص كيلو هاد 3 أورو و70. هاد العدس 2 أورو و75، لوبيا 2 أورو و90، راه كيلو هذا. الكوك ما كاينش الثمن ديالو، ومن بعد غنقلب ليه على الثمن ديالو. الوغ الشريحة 2 أورو و45، فيها نص كيلو ديال تركيا هاد الشريحة هادي. من بعد التمر هذا ديال الجزائر البنات بقى 9 أورو و80، هاد البكية هادي فيها جوج كيلو، هاد الكرتونة هادي فيها جوج بقات 9 أورو و80. هاد التمر هذا 4 أورو و45 كيلو، تا هو ديال الجزائر نيت، يعني 4 أورو و45 هادي كيلو، و 9 أورو و80 جوج كيلو. اللوز 3 أورو و99، هاد البكية هادي ديال نص كيلو، الكيلو داير 7 أورو و98 هنايا في كارفور. بالنسبة للقرقاع البنات 4 أورو و50 الساشي، 4 أورو و50 هادو نص كيلو. بيستاج 5 أورو و95، 5 أورو و95. من بعد كاين العطرية 1 أورو و99، هاد العطرية هادي فيها رابعة 1 أورو و99. هادي هاد الباط هادي ديال التمر، تا هي عجين ديال التمر ديال الجزائر، بقات ب1 أورو و95 هاد الباط هادي. هاد الباركيت هادي ديال لابغيكو ديال المشماش بقات ب2 أورو و95، 2 أورو و95. التمر هذا كيلو 3 أورو و78 ديال تونس، التمر هذا. هادي البنات تومة مطحونة 3 أورو و95. هاد السطل هذا ديال لي سيترون ديال الحامض البنات مرقد 12 أورو و90، في 2 كيلو ونص، 12 أورو و90 في 2 كيلو ونص. دايرين بروموسيون في هاد لي ناغيت هادو، إلا خدينا وحدة كنخلصوها ب 3.99، لو دوزيام 1 أورو و99، دايرين ناقص 50% في الدوزيام باكي. الدجاجة البنات 9 أورو، لي سكالوب 9 أورو و70 الكيلو، 9 أورو و70 الكيلو ديال لي سكالوب ديال شنو هما هادو ديال لاداند. وكاين هاد القطع هادو ديال الدجاج هذا 3 أورو و99 الكيلو. هاد الشرائح هادو ديال لاداند كيبقاو ب2 أورو و32، هاد لي سكالوب حتى هادو كيبقاو ب1 أورو و93. هاي الدجاجة هاي دايرة قلت لكم 3 أورو و10 الكيلو، هادي فيها أكثر من كيلو، كيلو و240. كاشير 1.50 الوحدة، لا دوزيام 75 سنتيم كتبقى. راه كانوا عندهم حتى لي بغوشات البنات راهم سالاو، شفتوهم 7 أورو و90 كيلو. غدا إن شاء الله راه غادي يكونوا عندهم. الكاشير المهم وريتو ليكم 1.50 الاولى، الثانية 75 سنتيم. هادو تا هما وحدة 1.62. هاد السلامي هذا ديال لاداند لي 3 بوغ 5 أورو 38، الا خدينا 3 غنخلصو ب 5 أورو 38، 3 من هادو. ومن بعد المهم هنا راه كلشي بروموسيون. البصلة البنات 1.59 لهاد الفيلي هذا ديال شحال فيه 5 كيلو. الوغ الكيلو كيبقى، انا ديما كنشوف معاكم الكيلو، الكيلو هنا كيبقى ب 32 سنتيم. هادي رخيصه هاد البصله، هادي اللي لقيت دابا رخيصه جيسكا ماتنو. الروز البنات هادي في 20 كيلو، هادي اللي مهتم كيبغي الروز بزاف 29.90. هذا الروز هذا بارفيمي فيها 20 كيلو. الورقه ديال البسطيله اللي بغيك 79 سنتيم. الزيت هذا هو اللي عليه كل شيء.
هذه فيها 3 ايترو 3 لتر بقات ب 4 اورو 95 اورو 65 لتر اورو و 65 لتر ها هي ومعايا 4 95 هريسه هذا اورو 49 لو دوزيام 74 الا خدينا الثاني كيبقى 74 سنتيم راه رخيصه هذه من بعد هذا كاين هاد لاصوص هادي حلال ديال ماجي دوز هذا بلقشو هذا كيبقى ب 55 وهذا بودر حتى هو كيبقى ب 55 هذا ايفيلي 3 اورو 49 هاد دوز هذا ايفيلي بروموسيون دايرين حتى في اللحم ها هي دايرين قنيه دايره 7 اورو 90 الكيلو قنيه هي هنايا من بعد دايرين هاد لي سكالوب هادو فيهم 2 كيلو وتقريبا 2 كيلو السمين داير 18 اورو 52 هاد الفيلي هذا ديال بولي المهم دايرين بروموسيون في المركز داير 9 اورو 95 البنات الفيلي ديال بولي 27 والكفته المهم بروموسيون في هادشي كله البنات كيف كتشوفوا معايا 5.99 المركز 7 اورو 90 هادو هاد الهمبرغر هادو 7.49 المهم دايرين فيهم بروموسيون هاد لي بروشيت هادو كيبقاو ب 13 اورو بروموسيون هذا هي بروموسيون هاد الفيلي هذا ديال شحال فيه بالكيلو فيه 10 كيلو بقات ب 2 اورو 99 هادي 2 اورو 99 الكيلو 30 سنتيم الكيلو هاو هاد لا بروموسيون هادي البنات هاد لاغيفاج هذا ديال رمضان جابو معاهم هادي هاد الطنجره هاد الكسكسي غادي كتبقى 19 اورو 90 هادي 25 90 هادي توفو حتى هي اندوكسيون المهم البنات كنختم الفيديو ديالي معكم هنايا وكنقول لكم بسلام عليكم وخليتكم على خير بسلام عليكم الغزالات